يا بوي يا بوي يا بوي، لما الواحد بيحبك حب تيرارارارا. يا بوي يا بوي يا بوي، لما الواحد بيحبك حب. لا 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 لا، انت ادم محمد ياد؟ ايوه يا بوي. نعم يا بوي. مال فين امك يا امي متهيأ لك دي؟ خرجت هي وستي واختي، خرجوا المظاهرات دي اللي هي تبع حقوق الستات، متهيأ لي كده يعني. معرفش حقوق الستات ايه يا، يخرب بيوتكم هتخربوا بيتي. وعدخلوني السجن. خلينا في المفيد يا، انا جعان، قوم اعمل لي لقمه. يابا مفيش اكل يابا، دول مشوا وما طبخوش حاجه. مفيش اكل؟ طب استنى يا، انا هتسرق على الواد حسين البقال. الو، ايوه ادي يا حسين. يا ازيك، عامل ايه؟ اخبارك عامل ايه؟ كله تمام؟ ما تجيب بقى يا رياسه علبتين تونه من عندك. ماشي يا ريس. كام الحساب بقى؟ 50 جنيه. ليه يا عم الحاج؟ هو انا بجيب من عندك 2 كيلو سمك مشوي في ايه؟ 50 جنيه ليه؟ على ايه ده كله؟ وهي التونه ان شاء الله ايه اللي غلاها بقى؟ عشان البنزين. هو البنزين ماله؟ هو مال التونه؟ هو البنزين بيتحط في التونه؟ هي لحقت الاسعار تغلى تاني؟ ده البنزين لسه غالي امبارح يا راجل. ما هو لو بصيت في المراية هتبقى دي البداية. اقفل غور، مش عايز من وشك حاجة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. انا اكل ايه بقى؟ استنى يا ولدي لما نجيب علبتين كشري، ولا اقول لك بلاش انت اكل انا وانت بلاش، ما انت لسه واكل ومالي بطنك. الو، ايوه يا احمد يا توك توك، ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ ماشي، عاوزك تروح تجيب لي علبة كشري. هي العلبة بكام؟ 7 جنيه؟ مش كانت ب5 جنيه؟ ماشي، هتاخد كام بقى توصيل؟ 10 جنيه ليه؟ 5 رايح و5 جاي ليه؟ هي مش كانت ب2.5؟ حتى انت كمان يا مفتري يا راجل، ده هم قالوا الزيادة 10% مش 100%، تقوم مخليها ب10 جنيه. اقفل اقفل اقفل، ان شاء الله عننا مكاننا كشري. اقفل حاجة تحرق الدم. استغفر الله العظيم، منك لله يا ولي، منك لله. استنى يا اقول لك على حاجه، انا هجيب عيش ودقه وطماطم، مانيش واكل لا كشري ولا توني. اما نتصل بتاع العيش يا ابوي، حتى الرصيد خلص، نتصل على حسابه، هو اللي اتصل بيني. شفت يا روح امك، هناكل في الاخر رغيفين عيش ناكلهم بحبه دقه وطماطمايه. الو، ايوه يا كرم، ازيك عامل ايه؟ واخبارك عامل ايه؟ كله تمام؟ ماشي، ابعت لي 10 ترغيف عيش. ماشي، بكام بقى؟ ايه 10 جنيه؟ حتى انت كمان يا مفتري، ده انا لسه جايبه من النهارده الصبح ب5 جنيه، تقوم مغليها في يوم ل10 جنيه؟ امال هيبقى رغيف العيش بكره بكام؟ اقفل يا راجل يا مفتري، ان شاء الله عننا مكاننا رغيف العيش حاف. اقفل اقفل. اوف، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، حتى ولا اي لقمة ناكلها؟ مفيش لقمة ناكلها؟ ما تقوم يا ولد، الله يرضى عنك، اعمل لي كوباية شاي حتى اشربها، هيبقى لا اكل ولا شاي. يابا الانبوبة فاضية من امبارح، عشان كده ماما ما عملتش اكل.
ما فيش أنبوبة كمان، ما فيش أنبوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. محلولة يا ابني، محلولة. استني استني، وين التليفون؟ مين التليفون؟ يا الله يا ابوي، عارف عارف ما فيش راس يد، ما فيش راس يد، ما فيش راس يد. هتصل على راس يده خلاص خلاص. رن يا عم حسين، رن الله يرضى عنك. لا اكل ولا شرب ولا انبوبه. رد. الو، ايوه يا عم حسن، ازيك عامل ايه اخبارك ايه؟ كله تمام ماشي. عاوزك تبعت لي انبوبه على السريع. ماشي. الا قول لي، هي الانبوبه بكام؟ 70 جنيه. يا نهار ابوك ابيض، ده انا لسه واخدها الاسبوع اللي فات ب 50 جنيه، وهي اصلا يا ضلالي ب 30 جنيه، وقلنا امين على كده. تقوم انت مخليها ب 70 جنيه، وهم قالوا هتغلى بدل 30 هتبقى ب 50. طب 50 جنيه من المستودع، ليه نخليها ب 70 جنيه؟ يعني تاخد الطاق طاقين؟ حرام عليك، حرام عليك يا عم حسن. ربنا يسامحك يا شيخ، ربنا يسامحك. روح روح، ربنا يسامحك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ده احنا هنشحته بعد كده. انا مصدع يا ولدي من كتر الجوع. يا دماغي، يا بطني. قوم يا ولدي شوف مين اللي عايرن. ده مين بقى اللي عايرن؟ ايه ده، دمك بترني؟ الو، ايوه يا ست. ايه انت فين؟ مظاهرات ضد الغلاء والله. طب استني عندك، انا جايلك دلوقيت. ستة ولا رجالة هتفرق فيه؟ استني يا وليه، خليكي مكانك، انا جايلك، انا جايلك دلوقتي حالا. مع السلامة، مع السلامة.